والتي لا تقبل القسمة والتي لا بديل عن فوز الأزرق إذا ما أراد الوصول مباشرة والتأهل المباشر لي أيضا لكأس آسيا ولأولمبياد باريس عام 2024. الجماهير العراقية حاضرة، وفي المقدمة حسين اللاوندي وبلند أساد عمر. زيد تحسين محاولة عالية إلى الأمام، انطلاقة سريعة للاوندي، حسين اللاوندي واحد مقابل لا شيء في مباراة ودية دولية. هنا المتابعة إلى الأمام، الاستخلاص من عبد الرحمن كبيل، وبتصدي واستخلاص واضح تبقى إلى جانبية أخرى. لاحظوا بالعرض البطيء الإبعاد من عبد الرحمن كميل، في فترات يعني مختلفة. هنا انطلاق الآن، متابعة إلى الأمام، سلمان، يا الله ياه على سلمان، بطاقة صفراء. تسديد درب في الدوري العراقي، درب القوة الجوية ونادي نفط الوسط والزوراء من محسن فلاح، ومن أيضا لعب فهد الفضلي. لاحظ استبسال وتصدي، برافو على عبد الرحمن كميل، كاد أن يصطاد الهدف. وهنا يعلن الحكم القطري السيد سلمان الفلاحي. تسجيلا للزميل الدكتور عبد الله الانصاري. نتمنى مواصله ايضا الاهداف، كل الامنيات يا سلمان. الطفل الصغير والكبير يتابع الازرق الاولمبي في مسرده جميله في استاد جابر الدولي. سلمان العوضي، ياه لو نراها في الشباك يا سلمان. سلمان العوضي، عبد العزيز مهران، هنا على التنفيذ سلمان. الله 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 الله، يا هذا الجمال، من أين لك هذا الجمال؟ الجمال يا سلمان، إنه المبدع سلمان. أين من أين لنا هذا؟ سلمان العوضي نجم العربي، سلمان العوضي نجم العربي، يرسم البسمة على محيا وعلى شفاه الجماهير الحاضرة. هاتم من الشبكة، هاتم من الشبكة يا كميل سعدي، هنا في أفضل الأهداف. لاحظ الأهداف، يا الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، فرحة واضحة للجماهير الحاضرة. عبد العزيز مهران في وسط الميدان، إلى أيضا محمد الراشد، بندر السلامة إلى الأمام، العودة في الخط الخلفي إلى مهران، متابعة إلى بندر السلامة، يلا يا بندر، تسديدة. الجميلة، ياهي مباراة، ياهو هدف،
من الجنب بندر، من الجميل بندر، يا سلام البديل من المدرب بيكسي. 2 تجعل المباراة، 2 تجعل المباراة، 2 تجعلك في أيضا التأهل. نعم هذه الأهداف الجميلة والجميلة 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 الكبيرة من بندر السلام نجم العربي، نجم العربي مع أيضا سلمان العوضي. هذه في الخط الخلفي، انطلاقة سريعة من العراق، العراق ولكن أيضا العبادة الكرة المبعدة من منتخبنا الأولمبي. لا زالت محاولات قادمة خطيرة ولكن أيضا تتخلص، تخلص طبيعي، ومن الطبيعي أيضا أن تجد هذه ردة الفعل القادمة وهذا الضغط الكبير وهذا الضغط أيضا المتواصل من المنتخب أيضا. هدف أيضا تقليص الفارق، هدف تقليص الفارق من البديل ذو الفقار يونس، ذو الفقار يونس البديل يقلص الفارق 2-1. تأتي 2-1، قلص الفارق. يجب التركيز يا شباب، التركيز مطلوب في مثل هذه الكرات وفي هذه اللحظات وفيما تبقى من الدقائق القادمة. لاحظ كرة سهلة لكن اصطدمت بذو الفقار يونس اللي قلص الفارق بعدما أجرى بعض التبديلات. بيكسي محمد الراشد مع منتظر عبد الأمير، خطير منتظر، خطير منتظر، متابعة إلى الأمام، محاولة والتعادل، التعادل، التعادل يأتي، يأتي للمنتخب العراقي. هذا اللي توقعته، هذا اللي توقعته حقيقة من أيضا التعادل بعدما تقدم الأزرق بهدفين. لاحظ الدفاع الذي يعاني، وسط الارتكاز يعاني، لاحظ القادمون من الخلف، لاحظ الدفاع الذي يعاني، تكتل 2-3-5 مدافعين في منطقة الستة، هذا سوء انتشار في أيضا لمنتخبنا الأولمبي في هذه اللحظات بعد تسجيل هدف بندر السلامة. لاحظ كرة القادمون من الخلف، لاعب الارتكاز عبد الرحمن الديحاني، انطلاقة سريعة على محسن فلاح، يلا يا محسن الآن متابعة وضربة جزاء، ضربة جزاء واضحة من الحكم القطري سلمان الفلاحي، ضربة جزاء، ضربة جزاء قادمة عند دخولي اللاعب سلطان الفرج وعبد الرحمن الديحاني. ضربة جزاء، يجب التركيز ويجب الاستقلال في مثل هذه الكرات وضربات الجزاء القادمة. فرحة واضحة لجماهير منتخبنا الوطني. لاحظ، لاحظ أيضا، لاحظ أيضا لمسة اليد الواضحة، لاحظ سلطان الفرج، عرضية اصطدمت بيد اللاعب. نعم ضربة جزاء واضحة ولكن أيضا مهران عبد العزيز، مهران على التنفيذ الآن، يا ضياع الهدف. لاحظ لي عبد العزيز مهران، الله على عبد العزيز، الله على عبد العزيز لو سجل هذا الهدف الثالث. كما ذكرت مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، 5 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. متابعة، محاولة ولكن ايضا الابعاد. المنتخب اليمني ب6 نقاط، هنا المتابعة، هنا ايضا المحاولة ولكن ايضا الابعاد. وهنا يعلن الحكم القطري سلمان الفلاحي عن نهاية شوط المباراة الثاني والمباراة بالتعادل.
الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، لأيضا يعني لقاء كبير ولقاء مثير ضمن أحداث الجولة الثالثة من المجموعة السادسة. الأزرق هل يتأهل إلى النهائيات كأفضل مركز ثاني وبالتالي المتصدر؟ إذا الأزرق يتأهل مصطفى وليد كأفضل أربع مراكز تتأهل إلى دور أيضا النهائيات لنهائيات كأس آسيا وأولمبياد باريس لعام 2024. العراق متصدر للمجموعة السادسة المتأهل، ثم الأزرق المركز الثاني المتأهل إلى النهائيات. سعدت كثيرا بلقائكم مشاهدينا الكرام، إلى الملتقى في القادم من أيضا المباراة القادمة بحول الله تعالى. أترك الكلمة للزميل العزيز الدكتور عبد الله الأنصاري. فضل عبد الله إليك الكلمة.